قصة خطف المواطن السوري جاسم جاسم وشقيقيه علي مرعي الجاسم وشبيب مرعي الجاسم من داخل مخفر بعبدة بدأت فصولها حسب تحقيقات قوى الأمن الداخلي عندما سيق جاسم من مكان عمله في الحازمي في 23 شباط 2011 على يد عناصر من مخابرات الجيش بتهمة توزيع منشورات تتعلق بدعوى إلى الاعتصام أمام السفارة السورية في بيروت احتجاجا على ممارسة النظام. بعد التحقيق معه سلم جاسم في اليوم التالي مساء إلى مخفر بعبدة حيث أمر النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع وبعد مراجعة القضية بتوقيف جاسم لبضع ساعات في مخفر بعبدة وإخلاء سبيله عند منتصف الليل بسند إقامة وسمح له الاتصال بعائلته وإبلاغها الحضور لتسلمه بعد الإفراج عنه. عند هذا الحد انتهت علاقة السلطات اللبنانية بمصير جاسم، إلا أنها وبعد مرور حوالي 10 أيام على الحادثة عادت لتسأل وتتحرى عن تحركاته مجددا بعدما وردت معلومات لقوى الأمن الداخلي تفيد بأن جاسم جاسم تم توقيفه واصطحابه من سراي بعبدة إلى مكان مجهول على يد مجموعة أشخاص يعتقد أن أحدهم الملازم الأول صلاح علي الحاج. التحقيقات التي أجرت قوى الأمن الداخلي مع الرتباء والعناصر الذين كانوا في الخدمة ليل 24 شباط 2011 في مخفر بعبدة أوصلت إلى رواية واحدة لحادثة الاختطاف، فيما أفيد أنه تم التعرف على صورة الملازم أول صلاح الحاج من بين الصور التي عرضت على المستجوبين. وفي التفاصيل أنه عندما كان جاسم جاسم ينتظر عائلته في مخفر بعبدة لاصطحابه بعدما أخلي سبيله دخل إلى السراي سيارة رباعية الدفع سوداء اللون تحمل لوحة قوى الأمن الداخلي بعدما أبرز السائق بطاقته العسكرية حاجبا بإصبعه الاسم والرتبة، ومن ثم خرجت السيارة مجددا لتنتظر أهل جاسم وترافق شقيقيه اللذين كانا في سيارة ستيشن بعدما أقنعهما من في داخل الجيب العسكري أنهم مكلفون بتسليمهم شقيقهم، فدخلوا معا إلى السراي. وعندما خرج الجاسم وضعوه مع شقيقيه داخل الجيب، فيما تولى قيادة السيارة الأخرى أحد أفراد المجموعة وانطلقوا. وبعملية رصد للهاتف الرباعي الذي كان بحوزة الملازم أول الحاج وأيضا لهاتفه الخلوي تبين أن الجيب انطلق 12 ليلا بمخطوفيه من بعبدة ومر بطريق ظهر البيدر بتمام الساعة 12:46 وبعدها إلى شتورة مرورا بمجد العنجر وصولا إلى ينطا حيث كان ينتظرهم أحد المسؤولين في الجبهة الشعبية الفلسطينية باتر راتب النمر المعروف بأبو راتب والذي يعمل على عمليات التهريب، فتم التسلم والتسليم الساعة 1:24 فجرا. رصد الخط الرباعي والخط الخلوي للملازم الحاج أظهر أن الحاج عاد من ينطا مرورا ببر الياس إلى مار مخايل حيث كانت الساعة قد أصبحت 2:42 فجرا. الحاج اتصل قبيل عملية الاختطاف بأبو راتب 19 مرة وأجرى 10 اتصالات به يوم الاختطاف وعاد واتصل به مرة واحدة في اليوم التالي على الاختطاف، كما أجرى ليل العملية وفجرا أكثر من اتصال بعناصر أمنية من السفارة السورية. هذا وتبين من خلال هاتف أبو راتب أنه كان موجودا أيضا في ينطا في التوقيت نفسه الذي كان فيه الملازم الأول الحاج هناك. تحقيقات قوى الأمن الداخلي تضمنت إفادة الحاج الذي نفى فيها كل ما نسب إليه مبررا أنه كان في مهمة مع السفير السوري في منزل أحد السفراء في بعبدة. التحقيقات أشارت إلى تقارب كبير بين اختطاف آل جاسم والمعارض السوري شبل العيسمي، وعلم أن القوى الأمنية تعمل على استجماع كل المعلومات حول هذه القضية.